اسالك على كل حاجه ليها علاقه ما بعد المباراه، بس في سؤال عايز اعرف اجابته. تمام. بيرسي تاو مصاب ولا لا؟ لا مصاب اكيد. اه بس ايه الاصابه بقى؟ ايه الازمه؟ ليه الناس بتقول في ازمه؟ بيرسي تاو مصاب في الكاحل. اصابه الاشعه والتحاليل والفحوصات واي اجراء طبي بيثبت ان رجلك سليمه. هو عنده جزء من التورم لما بياخد مسكن وبيربط اربطه الضغط بينزل يلعب ويشارك بشكل طبيعي ومفيش اي مشكله. ليه بنقول الكلام ده؟ لان في مباراه سيمبا في العوده هنا اللي كانت في القاهره بيرسي تاو عمل كده. الجهاز الفني قال له انا محتاجك هتقدر تلعب، الجهاز الطبي اكد ان هو يقدر يلعب بمسكنات شبه فيها اي مشكله بعد كده. فالراجل كولر خده معاه على الدكه على اعتبار ان هو لو احتاجه يدفع بيه حسب مجريات اللعب. طبعا الاهلي كان عامل اداء ولا اروع ونتيجه والكلام ده كله، ففي الاخر بيرسي تاو ما لعبش، فحصلت ازمه ما بينه وبين الراجل. أيوة. قال له انا مش هلعب تاني غير وانا سليم بنسبه 100%، انا ليه اربط رجلي وليه اخد مسكنات وفي الاخر ما لعبش. قبل القمه ب 48 ساعه اتطلب من بيرسي تاو ان هو يجهز عشان يشارك في مباراه القمه، رفض تماما وقال لك انا مش هلعب غير لما التورم اللي في رجلي يروح خالص نهائيا وابتدي العب وانا سليم، انا مش هلعب بمسكنات تاني علشان خاطر ما اتعرضش لاي اصابات او اي تطور تاني في الاصابه، وكده كده الراجل بيحتاجنا وما بيحتاجنيش، مش هلعب غير وانا سليم. وده اللي خلى اللغه في الساعات الاخيره بيتكلموا على فكره انت بيرسي تاو وازمه ما بين الراجل وما بين بيرسي. يعني الراجل ما اتضايقش من بيرسي تاو لما قال ان هو مش هيلعب الا هو جاهز. بص خلينا اقول لك من يعني لما بنسال كده عن كولر، الراجل يعني طيب جدا، راجل طيب، يعني انت زي ما انت عايز، انت حابب تلعب حابب، مش حابب تلعب مش هتلعب، طالما دي وجهه نظرك في الوقت الحالي، بس امتى ترجع بقى الفريق وتلعب بشكل اساسي ده انا اللي حدده. زي ما عمل مع كهربا لما ما سافرش مع الفرقه، وعمل قبل كده مع عمرو السوليه. عبد القادر نفسه المشاهد كلها بتؤكد هذا الكلام، لكن بيرسي تاو انا هعمل لك اللي انت عايزه. خلاص انت مش قادر تلعب، انت بتقول انا مش قادر العب، مش هاخد مسكنات ومش هلعب رجلي ورم، مش تلعب غصب عنك، مش تلعب غصب عنك، ترجع بقى بمزاجي. بس لما تيجي ترجع ترجع بمزاجي، وده اللي عمل اللغط في الساعات الاخيره.